مساء الخير يا شباب، درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أداة المالتي باس، أداة مهمة جدا جدا موجودة من ضمن أدوات الكورونا ريندر. في مشهد كده صغير أنا عملته زي ما أنتم شايفين عشان نقدر نطبق من خلاله ونعرف يعني إيه مالتي باس. المالتي باس يا جماعة هي أداة بتتيح ليك التعديل على التصميم بتاعك بعد الانتهاء منه. يعني أنت مثلا عملت ريندر قعد ساعتين ثلاثة أربعة، وبعد ما الريندر خلص اضطررت او انت عاوز او حابب تعدل على لون او على مقدار انعكاس خامة او على خامة معينة عايز تعملها شارب اكتر مثلا، وهكذا عايز تعمل بلور وهكذا. كل الشغل ده يا جماعة هنستعرضه النهاردة، وهيكون حاضر معانا الفوتوشوب من خلال او بمساعدة المالتي باس. والنهاردة هيكون ده الدرس الاول لينا، لان الجزء الثاني او الدرس الثاني ان شاء الله هنستعرضه من خلال المالتي باس برضه في الفتره اللي جايه، هو ازاي نقدر نرندر ممكن 3 مشاهد في رندر واحد. ده هنعرفه ان شاء الله في درس قادم، لكن خلونا في درس النهارده ان شاء الله نعرف ازاي نقدر نعمل الكلام ده من خلال الفوتوشوب. طبعا كل ما انت كنت ملم ببرنامج الفوتوشوب اكتر، كل ما تقدر تستفيد من الاداه المالتي باس اكتر. وهنعرف النهارده ان شاء الله ازاي نقدر نعمل الكلام ده، وهي موضوع سهل جدا ما فيهوش اي تعقيد خالص. اول حاجه هروح لكورونا البلاجن، هلاقي اداه المالتي باس هختارها. طبعا في النافذه اللي ظهرت قدامي في مجموعه اوامر كتير على الشمال، انا الاول هدوس على التشيك ده علشان افعل الاداه. بعد كده بقى انا هشوف تصميمي محتاج ايه واقدر اختار من الاوبشنز دي كلها. اول حاجه مثلا انا في التصميم بتاعي عندي خامات فيها ريفلكشن، فيها انعكاسات، فلازم يكون الرفلكت حاضر معايا بالشكل ده كده، وهاجي اقف عليه ولازم افعل الابلاي دونويزنج علشان اشيل اي تشويش موجود في اللاير بتاع المشهد ده. بعد كده هروح لقائمه الماسك واختار الاي دي، دي مهمه جدا لان الاداه دي وظيفتها ان هي بتحط لي لكل خامه لون او لكل موديل اوبجكت يعني لون، فبالتالي هيكون السائل ليه لون، البادي بتاع الموديل ده ليه لون، الخامة اللي فيها ريفلكشن هيبقى ليها لون، وده هنشوفه دلوقتي. الأرضية هيكون ليها لون، طبعا ده هيفيدني جدا جدا في عملية السلكشن اللي هقوم بيها من خلال الفوتوشوب، لأني لو مش عامل القصة دي هضطر أختار البين تول، وطبعا أداة يعني مجهدة جدا في استخدامها وبتاخد وقت ومحتاجة مجهود كبير. فطبعا القصة الاي دي مهمة جدا جدا بالنسبة لي وبتفيدني جدا، ولازم تعود نفسك انك ما ترندرش اي شغل ليك الا وانت لازم تكون عارف النقطة دي بتاعت المالتي باس مهمة جدا. انا هروح اعمل رندر عادي خالص كأني برندر الشغل بتاعي بالشكل ده. بعد كده من القايمة اللي فوق دي لقيت عندي الاي دي والريفلكت اللي انا بالفعل اخترتهم في قائمة المالتي باس. لو جينا استعرضنا اللاير بتاع الريفلكت زي ما انتم شايفين كده، هو ظاهر لي فقط الحاجات اللي فيها الانعكاس، وطبعا دي هتفيدني جدا وهنستعرضها دلوقتي بالفوتوشوب. وادي الاي دي اللي انا بكلمكم عليها يا جماعة، مهمة جدا ان انا كده كل خامة عندي ليها لون واقدر اعدل على الخامة بتاعتي من خلال الفوتوشوب بسهولة جدا جدا. فهرجع تاني هنشوف ده طبعا دلوقتي ان شاء الله بالفوتوشوب، لكن انا بس حابب اشرح لكم باستفاضة ايه هي وظيفة المالتي باس. بعد كده هرجع للاير الرئيسي بتاعي، وانا افترض ان انا خلصت شغلي خلاص على كده، هعمل الاول سيف اول واسيب الشغل بتاعي بالكامل في اي مكان. بعد كده افتح الفوتوشوب واختار فايل سكريبتس، وبروح على اداة اللود فايلز انتو ستاك، هيحط لي او انا هقدر اختار من البراوز كل اللايرز بتاعتي وتنزل لي في مشروع واحد، بدل ما ايه يعني يبقى كذا لاير مفتوح في كذا نافذه واقدر اسحبها. يعني ده بيسهل عليا الوقت شويه زي ما احنا شايفين كده، حط لي التلاته لايرز في مشروع واحد. هبدا الاول اسحب الريفلكت زي ما انتم شايفين كده. بعد كده من القايمه هختار سكرين، وبعد كده من الاباسيتي هبدا ازود او اقلل قوة الانعكاس على حسب انا وجهة نظري. يعني برضو احنا ايه على حسب المشهد، عايز تخلي فيه انعكاس قوي، عايز تخلي الانعكاس ضعيف شوية وهكذا. بعد كده هقدر ادمج الليارين دول في لاير واحد عن طريق رايت كليك وبختار ميرج لاير. ممكن تعمل اللقطة دي ممكن لا، انا بس بستعرضها معاك.
هنفترض مثلا على سبيل المثال ان انا عاوز اعدل على اللون الاصفر ده او اللون السائل اللي فوقيه ده بسهوله جدا جدا ان شاء الله. هنستعرض بقى دلوقتي ايه فايده الاي دي. اروح الاول اعمل ديسيبل للليير الرئيسي وهرجع على الاي دي، بعد كده اروح سيلكت كالر رينج، ومجرد ما بضغط على اللون بتاعي عمل لي سيلكت عليه دقيق جدا، فطبعا يعني حاجه روعه يعني. ترجع تاني للليير الرئيسي بتاعك، وعلى حسب بقى إيه انت قدرتك في الفوتوشوب. انا عملت كنترول سي وكنترول في، وبعد كده هختار رايت كليك سيلكت بيكسل. بعد كده هروح لقائمه الادجستمنتس وابدا مثلا اختار يعني الساتوريشن اللون زي ما انتم شايفين كده. اقدر اغير اللون خالص او ان انا اخليه غامق اخليه فاتح على حسب ما انا عاوز بسهوله زي ما انتم شايفين كده حسب رؤيتك انت برضو في المشهد. يعني بصراحة شيء رائع جدا جدا وبيوفر عليك وقت كبير يعني. بعد كده انا مثلا خلاص يعني عايز اخد لون تاني مثلا، او عايز اعدل على خامة تانية، مجرد ان انا هعمل ديسيبل لكل اللايرز دي، وهاجي اقف تاني على الاي دي واعمل فلتر. بعد كده كالر رينج نفس الكلام، هدوس على الخامة الموف. طبعا في عندي مشكلة ان انا دلوقتي عندي الخامتين دول واخدين نفس اللون، فبسهولة هروح سوري هروح على قائمة سيلكت، وبعد كده انفرس، وبعد كده اروح حازف الجزء ده ومكتفي، وارجع تاني انفرس تاني بحيث يبقى السيلكشن على الخامة دي بس او الشكل ده بس. بعد كده كنترول سي كنترول في، رايت كليك سيلكت بيكسلز، هرجع تاني لقائمة الادجستمنتس والسيتويشن واغير اللون خالص زي ما انا عاوز برضو الشكل ده، لان انا فعلا انا عاملها رندر من البداية بالالوان دي. ابدأ افعل اللايرز اللي انا كنت قفلتها تاني بالشكل ده. الاي دي يا جماعة اداة روعة يعني. هبدأ بعد كده اختار اللايرز دي كلها واعمل رايت كليك، و لازم ايوه يبقى على جنب كده، وبختار حاجه اسمها ميرج لايرز. تمام. بعد كده هبدا اضيف شويه اعدادات كده، او نلعب شويه كده بالفوتوشوب. الكام اداه اللي انا هعملهم دول ان شاء الله هيكونوا مفيدين جدا في عمليه البوست برودكشن عموما. لاي شغل انت بتعمله بيحسن من جوده الصوره. اول حاجه هروح على قائمه السيتويشن، هبدأ مثلا أقلل شوية اللون الأحمر في الصورة. هروح على قائمة البرايتنس والكونتراست، هسحبها تحتيها كده وهسيبها زي ما هي دلوقتي مش هعدل عليها. هروح تاني لقائمة الأدجستمنت وهختار مثلا الكيرفز، هسحبها تحتيها كده، ونبدأ نحط نقط كده مع بعض يعني بتدي شكل حلو كده للشغل بتاعي، بتخفف شوية من حدة الشادوز اللي موجودة في التصميم بتاعي. لا كده يعني لا مش حلوة كده. تبدأ بقى تعدل يعني تعدل فيها براحتك خالص لحد ما توصل لأحسن نتيجة. أنا بس بستعرض معاك الأداة بطريقة مفصلة شوية زي ما احنا شايفين كده. ناخد مثلا كوبي من اللي الرئيسي بتاعنا من خلال قائمة فلتر. بعد كده الهاي باس دي يا جماعة فايدتها إن هي بتعمل شارب شوية للحدود بتاعة الشغل بتاعك. هي بصراحة حلقة ده حلوة جدا. بتختار الأوفرلاي، بصوا طبعا الفرق يعني أنت ممكن في الفيديو ما يكونش واضح قوي يعني الفرق في التأثير، لكن لما تجربها بنفسك إن شاء الله هتلاقي التأثير ده واضح قوي معاك. الحروف بتبقى شارب أكتر كده يعني أنا بحس إن هي بتبقى مجسمة أكتر. لو انت عايز تسيبها فيها بلور شويه مفيش مشكله. بعد كده هرجع تاني للادجستمنت واختار برايتنس تانيه وارفعها مثلا ل 20، نعلي شويه الاضاءه بتاعت الصوره بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده هروح للبالانس كالر بالانس وابدا العب بقى بالالوان شويه بتاعتي، مثلا 15 خلي دي مثلا يعني 2 مثلا -8 يعني زي ما انت شايف بقى ايه الانسب لشغلك او ايه الانسب
للشغل بتاعك. انت مثلا لو عامل مشهد فيه سانست، فيه مثلا غروب وضوء الشمس الاصفر مثلا قوي شويه، لا ممكن تقلله شويه، ممكن تزوده على حسب بقى ايه طبيعه المشهد، وشوف انت الانسب. دي يا جماعه كده اهم ادوات في عمليه البوست برودكشن لا غنى عنها لاي تصميم، هتفيدك جدا جدا. ويا رب ان شاء الله تكون وفقت في درس النهارده، ونتقابل ان شاء الله باذن الله في الدرس الجديد، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.